السياق ديال التواجد ديالنا في مدينه قلعه الصراغنة هو السياسه اللي كاينه جهه المكتب التنفيذي انه تنظم انشطه على الصعيد الوطني، اعتبار انه ان ما تكونش عندنا انشطه ممركزه في مدينه الدار البيضاء او الرباط او بعض المدن الداخليه، بالتالي التوجه ديال المكتب التنفيذي هو الانفتاح على مجموعه من المدن اللي كيتواجدوا فيها الفروع المحليه. وبطبيعه الحال التواجد ديالنا في مدينه قلعه الصراغنة واسباب التواجد ديالنا هو عقد اجتماع ديال اللجنه التحضيريه للمؤتمر الوطني 16. كما هو معلوم اننا كنخلدوا الذكرى 56 لتاسيس الجمعيه، هذه الجمعيه التي تم تاسيسها 15 جانفير 1965، بمعنى اننا نقارب 56 سنه من التواجد الفعلي والعملي في الحقل السياسي، الحقل العمل الجمعوي بالمغرب. كذلك بالمناسبه ديال انعقاد هذه اللجنه التحضيريه ارتئينا اننا نديروا واحد الندوه وطنيه اشاعيه على موضوع شغل الرأي العام، موضوع يتعلق بالنموذج التنموي الجديد، على اعتبار ان هذا النموذج التنموي هو واحد التعاقد جديد مطروح على الشعب المغربي، ولكن ارتئينا ان نتناول فيه موضوع ظهر لنا كجمعية الموابي انه ما تعطاش الأهمية الكبرى والقصوى اللي هو الشباب، اعتبار ان الشباب كيتعتبر واحد اللبنة أساسية وكيمثل واحد النسبة كبيرة في الهرم السكاني بالمغرب، ارتئينا ان نسائل هذا المشروع او هذا النموذج التنموي الجديد حول واحد الفئة اللي هي فئة الشباب. ماذا اعطى هذا النموذج التنموي لهذه الفئه؟ اشنو هما المستجدات؟ اشنو هما المخرجات ديال هذا النموذج التنموي؟ كيف يتم التعاطي مع التحولات المجتمعيه اللي كتعرفها هذه الفئه المجتمعيه اللي هي الشباب؟ وبالتالي ارتئينا اننا نستحضر مجموعه من الاساتذه اللي اشتغلوا على هذا الموضوع من مشارب مختلفه. من مشارب الأكاديمي باعتبار أنه اشتغل على هذا الموضوع طيلة هذه السنوات، كذلك ارتئينا أننا نحضر الإعلام باعتبار أن الإعلام اشتغل على هذا الموضوع طيلة هذه السنة لكي يقارب هذا الموضوع من الناحية الإعلامية، وكذلك ارتئينا أن نحضر أساتذة ديال السوسيولوجيا باعتبار أن الموضوع هو لاصق بواحد الفئة كتعرف واحد التحولات مجتمعية كبيرة. كيف يمكن الجواب على مجموعه من الاحتياجات والانتظارات ديال هذه الفئه ديال الشباب، مجموعه من القضايا والمجالات المرتبطه بالحياه ديال الشباب، لا من الجانب الاقتصادي الثقافي الاجتماعي وكذلك حتى الديناميه ديال هاد الشباب وسوق الشغل، يعني مجموعه من المواضيع كيف تم تناولها من داخل هذا المشروع. اذا بصفه مختصره احنا التواجد ديالنا هو الاجتماع ديال اللجنه التحضيريه لتخليد الذكرى 56 ديال الجمعيه، هذه الجمعيه اللي تعرفوا بانه هي جمعيه وطنيه تضم اكثر من 60 فرع على الصعيد الوطني ومجموعه من المكاتب الجهويه، كتشتغل مع الفئات اللي معروفه في المجتمع، فئه الاطفال اليافعين الشباب وبعض الفئات ذات خصوصيات معينه، بعض النساء وكذلك ذوي الاحتياجات الخاصه على صعيد التراب المغربي. وفرع قلعه الصراغنة كذلك يعتبر من بعض الفروع القديمه والقويه داخل الجمعيه واللي كيستضيفونا في اطار هذه الندوه لبدايه مسلسل انطلاق تهيئ المؤتمر الوطني 16 بحمد الله. على مستوى سبب اللقاء، هذا اللقاء اللي غادي نفتتحوه بين دواق هو اللقاء الاول للجنه التحضيريه للمؤتمر الوطني 16 في التاريخ ديال الجمعيه اللي تاسست في 1965 واللي في العمر تاع الان 56 سنه. وبالمناسبه اللقاء اللي غنفتتحوه بواحد الندوه وطنيه وايضا فرصه للاحتفال بهذه الذكرى 56 لتاسيس الجمعيه. اللقاء اختيار الفضاء والمكان بمدينه قلعه الصراغنة وكون جمعيه المواهب للتربيه الاجتماعيه جمعيه وطنيه وهي جمعيه اللي كتوفر على فروع في ربوع المملكه، في الشمال، في الجنوب، في الشرق وكذلك في الوسط، واللي المقر تاعها في الدار البيضاء، المدينه اللي تاسس فيها اللي تاسست فيها الجمعيه، اللي باقين مجموعه من الرواد المؤسسين اللي باقين عايشين
للاسف ما تمكنوش باش يحضروا باش يعطيوك اكثر يعني على تعريف هذه الجمعيه. هي جمعيه وطنيه ثقافيه تربويه اجتماعيه تعنى بالطفوله وبالفئه اليافعين وكذلك الشباب في المجال الثقافي وفي المجال الاجتماعي وفي المجال التربوي خاصة، هي رائدة في هذا المجال. يأتي هذا اللقاء في إطار تخليد الذكرى 56 سنة لجمعية المواهب والتربية الاجتماعية، جمعية اللي كان لها تأثير في المجتمع، جمعية اللي ساهمت بالغالي والنفيس في تأثير قاعدة عريضة من الأطفال من الشباب عن قرب، سواء على مستوى المخيمات أو على مستوى دور الشباب على مستوى مجموعة الفضاءات اللي عند الحق الجميع أنها تأثر فيها هذه الفئة من الأطفال ومن الشباب وحتى النساء. اللقاء كما قلت هو لقاء احتفالي بالذكرى 56 تأسيس الجمعية، ويأتي في استراتيجية الجمعية في انفتاحها على مجموعة ديال الفروع. الجمعية تحتوي على فروع مختلفة في الوطن، جمعية فروع على مستوى المغرب ومنهم هذه المدينة العزيزة التي تتواجد فيها مدينة قلعة السراغنة. رمي عطاء بشبابها برجالتها بنسائها كان لها حتى هي تأثير ودور كفرع من الفروع ديال الجمعية، وهي تتأسس تقريبا فرع المواهب في قلعة السراغنة تأسس في 1985، يعني يمارس العمل هو نبض مستمر مع هذه الفئة اللي قلت سابقا أكثر من 36 سنة. وبالمناسبة هاد اللقاء غادي تخلوا دابا ندوا غادي نشوفوها، هو انفتحنا على مجموعه ديال المتدخلين، مجموعه من الباحثين، مجموعه من الفعاليات. ما تنديروش انشطه ديالنا بوحدنا، ما تنتقوقعوش بوحدنا، حنا منفتحين، بنا اراء متجدده، بنا افكار جديده، وهذا دليل على الندوه اللي غادي تبدا دابا اللي هي النموذج التنموي واي دور الشباب، والركيزه الاساسيه ديال المجتمع هو دور الشباب. نتمنى ان هذه الندوه تكون قنطره اخرى حول تفعيل الافكار، حول تفعيل التجارب، باش يكون هذا الشاب كنموذج ماشي في الندوات، ماشي في الوثائق، ماشي في الاوراق، ولكن على ارض الواقع، على مستوى التسيير، على مستوى الممارسه.